اوكي، بعد ما انتهينا من مفهوم الكراد، تمام، هنبدأ نتكلم عن مفهوم التمبلت انهيرتنس. اوكي، التمبلت انهيرتنس هو بيتعامل مع ملفات ال HTML. باختصار كده هنخلي ملف واحد هو الملف الرئيسي وباقي الملفات هي الابناء، تمام، بالصورة دي. تمام، خلينا نشوف ملفات ال HTML بتاعتنا الحاصل فيها شنو. نفتحها one by one. ده الملف الرئيسي index.html، وده ملف الفورم، اوكي، وده ملف details.html. زي ما شايفين هي كلها عبارة عن نسخ من بعضها البعض. تمام، طيب هنجي بعد كده ننظم الموضوع بتاعنا ونخليها تابعة للملف الرئيسي. طيب في العادي مستخدمين جانجو بيخلوا الملف الرئيسي اسمه base.html، ما اسمه ما بخلوه index.html. طيب انا هنا هلتزم بالاسلوب التقليدي بتاعنا المتعودين عليه كلنا اللي هو index.html، مع انه ما فرق، لكن بس حبيت اوري المعلومة لانه اذا فتحت اي مشروع في الجيت هاب، تمام، خاص بجانجو وبحثت عن ملف index.html ما حتلقاه، وحتلقى ملف اسمه base.html. طيب خلينا نوقف الكلام ونبدأ في الشغل. طيب عشان نعمل الملف بتاعنا index.html هو الملف الرئيسي، هنعمل بلوك، تمام، بلوك. البلوك ده هيكون فيه محتوى، والمحتوى ده هيستبدل مع كل مرة. طيب البلوك هنسميه content، تمام. قبل ما نعمل بلوك خلينا نعمل dev، نسميه ونديه كلاس container، تمام. جوا الديف ده هنعمل البلوك بتاعنا اللي هو content، تمام. هنجي نقول end block، ممكن تقول end block، ممكن تقول end block content، كله جايز، تمام. طيب البلوك ده هيكون جواه المحتوى، والمحتوى زي ما قلنا هيستبدل في كل مرة. طيب خلينا نعمل cut للكلام ده ونبدأ بصفحة الليست نفسها، اوكي. فخلينا نمشي للفيو وفي محل index.html نقول list.html بالصورة دي، تمام. بعد كده نجي ننشئ new file نسميه list.html داخل ملفات التمبلت بتاعتنا. عندنا صفحة اسمها list، نعمل best للستاف الخاصة بالليست، تمام. ونجي نقول extend، اوكي، extend لشنو index.html. اوكي كده ورينا الصفحة دي انه الملف الاب بتاعه هو index.html، تمام. خلينا نجي نعمل نقول block content، اوكي، نجي نقول end block، اوكي، خلينا نكتفي بس ب end block، تمام. كده نحن في السليم. خلينا نجي نعمل save لصفحة ال index.html. اوكي، حاليا نحن عملنا المفهوم بتاع template inheritance في صفحة ال list.html. خلينا نشوف الحصل شنو. نجي نعمل refresh، اوكي، زي ما شايفين ما حصل اي تغيير، لكن التغيير بيحصل في الباك جراوند. خلينا نشوف الفيو سورس، تمام. زي ما شايفين نحن عاملين ريندر للليست دوت اتش تي ام ال اللي هي دي، تمام. وزي ما ملاحظين انه في السورس كود بتاعنا جايب لنا الكود الخاص ب صفحه الاندكس دوت اتش تي ام ال. طيب الحصل شنو؟ انه كل ما نفتح صفحه جديده، تمام، عاملين فيها extend.html، بيعمل مقارنة هل في content، هل في block، تمام، موافق للبلوك بتاعه، تمام. اذا لقى بيقوم بيشيل المحتوى الموجود في البلوك ده، تمام، وبيعمل له replace بأي كان المحتوى الموجود هنا، تمام. ده كل اللي بيحصل. خلينا نقوم نعمل الكلام ده في كل صفحاتنا التانية، اوكي. نقول
اند بلوك. نعمل لها كوبي سيف هنا بيست سيف. اوكي نحن كده في السليم عملنا الكلام ده في كل الصفحات الخاصة بنا. خلينا نشوف الديتيلز. تمام فيو بيج سورس زي ما شايفين هو نفس الكلام، بيقوم بشيل المحتوى في الكونتنت بلوك وبيعمل له ريبليس في الكونتنت بلوك الموجود عنده. تمام ده مفهوم التمبلت انهيرتنس. فكده نحن بقى عندنا ملف رئيسي الا هو الاندكس دوت اتش تي ام ال. حد هنا اقول لكم شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.